اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلبش على تلفزيون الهلال. كلبش النهارده هيحكي لينا عن ابشع جريمتين قتل وقعوا في شهر يوليو الحالي في المحافظات. كلبش الاول في ايد طفله ياسمين 11 سنه متهمه بقتل عوض سنتين ونص في غموض. نجحت قوات مباحث أمن الشهائية من كشفه وضبط المتهمة، والعجيب إن المتهمة بتعترف بارتكابها للواقعة وبتقول كنا بنلعب سوا ومات على إيدي. والمفاجأة أهلية المجني عليه بتقول علشان الجن قتلوه. مين هم اللي قتلوه وليه؟ تفاصيل مهمة هنعرفها مع كلبش. ابني مختفي من الساعة 9 وانا كنت في السوق وكان مع ستو، يا دوبك اكلته وخشت تجيب له يشرب ما لقتهوش. بنت خطفته وخشت بيه على جوه، فطلعت تسألها قالت لها ما شفتوش، روحي شوفيه على الرشاه. شوفي مش لما ترشاه سألناها كذا مرة انت ياسمين. واحدة واحدة كده، انا هو مختفي من الساعة 9. انا جيت من السوق لقيت ستو بتدور عليه، الدنيا كلها رميت الشنطة وقعدت الف مع اللي بيلف، وهي البنت كانت موجودة بره مطلعش في حتة لوحده. هي خدته خطفته ودخلته جوه، وهي طولت النار قدام من سته، هي اللي كانت موجوده، انا كنت في السوق. شافته وهي بتاخد الولد، هي خدته ودخلت بيه على جوه. فسالتها، ما ست كبيره بقى ما مش شايفه عينها وجعاها. هي دخلته بيه، دخلته على جوه، وراحت هي ايه، قعدنا ندور عليه وهي فضلت قدام مننا بره. واحنا ما سبناش حته ما فتشناش فيها، وهو الوحيد فتشنا عند الجيران كلها، هو الوحيد اللي ما رضيش نفتش في بيته. في وش البيت بتاعه وبيتنا، بيت وش البيت. ايوه، مفيش اي حاجه، حتى لو في مشاكل يا استاذه يعملوه في الطفل اللي كده. ذنبه ايه؟ عندهمش رحمه ولا قلب. بص يا استاذه، احنا برضه عشان برضه احنا يعني مش عايزين نسبق الاحداث. هو يعني انا اقصد الطفل على طول بتلعب معاه عادي، انتوا عاملين عليه على الولد معاه قدام دارنا، هي هنا زي هنا، ما يعني ما واحد يعني ما تتخيليش. يعني اقول لحضرتك ايه؟ عادي مفيش اي حاجه، العمليه كلها زي ما نقول في بيتها. يعني العمليه كلها في بيتها، ما تتخيليش ان جارك في حاجه زي كده او يفكر في حاجه زي كده. بص يا استاذ، هم ما هو اني لاقي ابني نازل من عندهم بامر من الله على يد ابنهم، اللي هو جاي من الشغل، اللي هو اسمه عبد الحميد دوت، جاي من الشغل اخر النهار الساعه 6، هو طلع فوق واخد بال حضرتك، طلع اخوه قدام منه على السلم الاثنين، ما الله اعلم ايه اللي دار. ما انت حضرتك بصي، ما بتبقيش في وعيك، ما فيش وعي، ما فيش دماغ ان انت تفكري او تبصي في وش الناس حواليك. انت حاجه رايحه منك، ضناكي بعيد عنك، بتدوري عليه. لو هتفحري في الارض، ما مش عارف، انا مش يعني مش قادر اوصل لك الاحساس اللي جوايا. هو بصي يا استاذه، هو قضاء ربنا وربنا له اراده في كده، بس معنى ان انت طفل عندك من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 6 ومستني الجو يليل، دي فيها حاجه، دي لوحدها كلها كده في حاجه، في حاجه غامضه في الموضوع. كلبش التاني في ايد مدمن متهم بذبح زوجته وتقطيع جسدها الى اشلاء في مشهد افزع جميع اهالي القليوبيه. ايه السبب؟ هيحكي لنا اهليه المجني عليها. في اليوم ده كانت غضبانه عندنا هنا، نزلت الصبح تجيب فطار على حوالي الساعة 7 ونص كده، بعدها بحوالي ربع ساعة أو 10 دقايق لقيت التليفون بتاعي بيرن، فوالدتي ردت لقيت صوت سويت، فعمالة تقول لي، فبتقول لي خد التليفون شوف مين، شوف يا ابني أختك باين عليها حد قابلها في الشارع أو حد ماسك فيها في الشارع. سمعت أنا صوت السويت في التليفون، خدت بعضي ونزلت جري. أنا عارف مكان المطعم اللي إحنا بنجيب منه، فجريت على المطعم لقيت شباب كتير ملمومة حوالين مدخل البيت، فانا جريت على المدخل، ببص لقيته هو خارج من مدخل البيت. اول ما شافني راح جاي جري عليا، كان في ايده سكينه وكان في ايده عصايه، حاول ان هو يضربني في وشي، بس الحمد لله بتاعه رجع في ودني هنا.
وبعد كده انا وهو يعني هو مسك فيا بقينا نزق انا وهو في بعض. هو معترف بالجريمه اه، هو بيقول ان هو منعها عن صديقه ليها، هو بيمنعها ان هي تروح ليها او تكلمها، فهي خلفت اوامره وراحت ليها، فهو قابلها في الشارع او قابلها عندها زي ما هما بيقول ومسك فيها يعني، وحصل اللي حصل. هو ده مدخل عمارة الست فعلا، بس الست ديت هي والله هي مش زميلة اختي ولا حاجة ولا صديقتها زي ما هما بيقول. الست دي اصلا معرفته هو. بنتي بتقول لي يابا ايه، انا اللي عايزاه منك حاجة واحدة بس، ما تسيبنيش وتاخدهم. يعني يا بنتي جابت العيال وسابت. يا بنتي دي كانت متجوزه راجل قبل مني، شاب كويس اتجوزته عن حب. بص تيجي تقول لي يابا الخلفه مش الخلفه، معرفش يكمل يكتب الكتاب. فقال له احمد شوف لي 500 جنيه سلف، ده بني ادم مش مؤهل للجواز وما ينفعناش. لقيت بنتي الصغيره اللي انا بقول لك اتجوزت بعديه، هي وجوزها جايين بتكتب ببنتها تحت البيت. الساعه كام؟ الساعه 1 بالليل. لقيتها مرميه، جارها مكسور، والانكل بتاع رجلها ده منقول. انا اللي عايزاه منك حاجه واحده بس، ما تسيبنيش وتاخدني. هو ادى المحاسن البودره من خلال الوجع اللي كان بيجي البنت في جسمها عشان يديها الحاجه دي، كانت هي بتروح تودي الحاجه للناس. لا انا عمري ما هغضب على بنتي لو هي عملت فيا ايه او اتكلمت عليا او ايه، انا هي اللي تسامحني يعني، محاسن اللي تسامحني.